بطل خفيف، ثقافة وحضارة مواهب جبر، أربعة شارع شرير. مزيكا وفنون الموضة، اليوم مطعمنا أكله خفيف، ثقافة وحضارة مواهب جبر، أربعة شارع شرير. أربعة شارع شرير. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بمشاهدينا، نتمنى تقضوا وقت حلو عندنا وتتبسطوا معانا النهارده في 4 شارع شريف. النهارده عندنا اكلات حلوه قوي قوي قوي، وفريده موسى بنرحب بيها يا اولاد. اهلا اهلا. يا اهلا يا اهلا، اخبارك؟ عامل ايه يا شيخ؟ اتبسطتي في شم النسيم اول امبارح؟ الحمد لله. كانت في فسيخ ورنجه؟ طبعا. وبيض ملون؟ ايوه، ده اهم حاجه. ده لسه ملون. ايوه صح. اخبارك ايه؟ الحمد لله. صوت طيب. وانت طيب؟ هذا الاكل شكله حلو يا رب ولذيذ. ايه ده؟ ده برجر فراخ، بس هنستخدم العجينه اللي فوق دي عجينه جلاش. اه حلو قوي قوي. وده؟ وده كورن دوج، او اللي هي اصابع السوسيس بالجبنه بالبطاطس. حلو قوي. هنحلي؟ هنحلي بكرات الزبده فول السوداني بالشوكولاته. يجنن. حاجه لذيذه وخفيفه كده. يجنن. طيب، بعد ما نخلص الاكلات دي مع فريده موسى، عندنا النهارده جايين لنا مخصوص من اسكندريه مركز شباب الحريه، وعاملين شو ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. عندنا كمان النهارده مزازيكي مع المطرب الجميل استاذ مؤمن خليل. ازيكم يا اولاد حلوين؟ الحمد لله. منور يا مؤمن. ونورك يا حبيبي. اهلا وسهلا. طيب، احنا كده عرفنا احنا هنعمل ايه؟ خلينا نشوف فاصل. ماشي. وبعد الفاصل نرجع لكم نبتدي اول اكله مع فريده موسى. فاصل نرجع لكم، خليكم معانا لو سمحتوا. رجعنا لكم مرة تانية، وفريدة موسى منورانا النهاردة وعاملة أكلات حلوة. أول أكلة عايزة تعمليها إيه؟ هنعمل برجر الفراخ بالجلاش. يلا، اللي هو ده. شكله حلو قوي قوي قوي. مقاديره؟ يلا بينا. أول حاجة عندنا نص كيلو راك فراخ مخلية مفرومة، ملح وفلفل، زيت، معلقة صغيرة بصل باودر، معلقة صغيرة توم باودر، معلقة كبيرة بقسماط مطحون، معلقتين كاتشب، معلقتين مايونيز، كوباية خيار مخلل مفروم، معلقة صغيرة بصل مكرمل، جبنة شرايح، كوباية فراخ مدخنة، خس، حزمة خس، طماطم حلقات، لفة جلاش، بيضة، ربع كوباية لبن، ربع معلقة صغيرة فانيليا، سمسم. تبان كتير. الفراخ المدخنة دي اللي هي الفراخ اللي زي اللانشون. اللي زي اللانشون. في كمان منها دلوقتي يا شريف بيتباع، بس انا يعني الحقيقه بشوفها غاليه شويه، اللي هي بتكون فصوص الفراخ مدخنه من غير ما بتكون اللي هي اسمها ايه، بروسيسد. غاليه. مصنعه. مصنعه، بس هي غاليه شويتين. غاليه شويتين. يلا، بس اول حاجه هنبدا ايه بالفراخ، هنتبلها. هاخد الفراخ، هي معموله المفرومة. مفرومه. اوكي. عايزه ايه، زيت ولا عايزه ايه؟ لا ولا اي حاجه. مش هنحط زيت الاول، هنحط الفراخ اكنها بتتشوي كده الاول. ماشي. وعليها شويه من البصل المتكرمل، وهنخلي شويه. كرملتي ازاي؟ حطيت شويه زيت او زبده، بس انا استخدمت زيت، وحطيت فرمت البصل وفضلت على نار هاديه اقعد اشوح في البصل كده براحه، على معلقه سكر، رشه ملح، وفضلت لحد يا شريف ما لونه ابتدى يبقى متكرمل كده بشويه ميه. بيبقى ليه طعم مختلف تماما. ايه كمان؟ مهم تاخدوا بالكم وما يتحمرش زياده عشان ما يبقى ما يقلبش بصل كشري. ده ايه ده اللي حطيتيه؟ بصل وتوم باودر. هناخد بس ملح وفلفل ورشه من البقسماط المطحون عشان الفراخ تمسك شويه. نعمل كده. ماشي. قلبي. يلا. ماشي. ابتدي ايه؟ نعجن كويس الفراخ. ولا ايه، زي الهمبرجر؟ ها بالظبط. احنا اللي بنعملها ايه في البيت، مش بنجيب بقى حاجه جاهزه خالص. نشيل دي، نخلط كويس. بص مسكت نفسها ازاي على طول. هنا بقى الطاسه حط زيت فيها سخنه. لا بلاش. حط ده.
دي الجاهزه. الجاهزه أوكي. عشان نبتدي نشتغل فيها على طول لو دي ما لحقتش. هنبتدي بقى نعملها ايه شكل كده الاول، مبططه كره ومبططه، بعدين نبتدي نعملها نبطط كده فيها. السمك بقى اللي احنا عايزينه، عايزينها تخينه عايزينها ارفع زي ما انتوا عايزين يعني. نبتدي بس نشكلها، هي مش هتبان قوي فمش لازم نبقى ايه بدقه زياده اهي. انا مرفعاها شويه شريف عشان تتشوي معايا على طول. لان الفراخ لازم 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 تستوي 100%. ماشي. طاسه سخنه ونسيبها. نعمل واحده كمان؟ لا. ماشي. نيجي بقى المرحله اللي بعد كده. استوت اكنها استوت، هنسيبها تستوي هتدينا شكل ده. دي هتدينا الشكل ده اهي. بصوا هاتوها اهي، بصوا ده في الاخر اصلا. ماشي. ناخد بقى الطبق بتاع الجلاش ونجيب زيت وفرشه. وزيت وفرشه هاخد ايه مثلا؟ ادي مثلا لفه الجلاش، بناخد نقطعها كده من النص براحه عشان ما تتبهدلش خالص، ونبتدي نشتغل بقى ايه فيها. انا هنا ادي ورقه يا شريف، هدهنها بشويه زيت صغيرين. انا مش عايزه الجلاش يبقى مورق مقرمش، انا عايزاه يدي احساس شويه شريف عيش بس بطعمه مختلف. فمش لازم نحط زيوت ما بين كل طبقه وطبقه. ادي كده، واخد الورقه الثانيه بعدها. ومش بنعمل عدد ورق كتير يعني، كفايه قوي ورقتين مثلا خلاص. واجي بقى ايه كده عشان يبان، هاخد شريحه الفراخ ماشي عليها كاتشب ومايونيز على بعض، خلطتهم ماشي كده. وبعدين عليها حته جبنه. الفكره دي استوت. ها بصي، ما هي ما بتاخدش وقت خالص، احنا بنشويها. شريحه الجبنه اهي. وبعدين يا شريف بقى الخيار المخلل اساسي. أوكي. شويه كده. انا جايبه الخيار اللي هو الصغير قوي ده يا شريف، ومقطعاه زي شرايح. وهناخد شويه من البصل المكرمل، ممكن بنص معلقه ماشي عشان نزود الطعم بس. والفراخ المدخنه شريحه كده. وبعدين هقفل الجلاش كده وهبتدي اقفله بس كده من كل الجوانب، اعملها مربعه. وهنشوف بعد كده هعمل ايه، وابتدي اعملها كده يا شريف. اديها بس شكل مدور شويه خلاص. خش اجي بقى ايه في المرحله دي، هاخد بس بوله اهي، اي واحده هخلط بس فيها البيض مع شويه لبن وشويه صغيرين قوي فانيليا. اوكي. عشان عايزه اديها طعم اللي هي المخبوزات اللي بنشوفها في السوبر ماركت دي يا شريف. ماشي كده. وتغرقيها فيها صح؟ وبعد كده اعمل كده. دي خلاص مش محتاجينها ولا دي. هدهن الجلاش بالبيض واللبن والفانيليا كده هنا كويس جدا لحد ما احس ان هي بقت شويه طريه كده. وبعدين هحط عليها السمسم من فوق وندخلها الفرن لحد ما تتحمر، بس لان الفراخ جوه مستويه. هي هتتحمر والجبنه تسيح وكل حاجه ايه تتجانس مع بعض خلاص كده. بعد ما بتطلع، احنا طبعا يا شريف في اي ساندوتش برجر او كده بيبقى فيه خس وطماطم وحاجات كده، احنا ما بنحطهاش جوه العجينه عشان دي هتدخل الفرن، عشان طبعا ما ينفعش ندخل الخس ولا ينفع ندخل الطماطم كتير عشان ما تتهريش. فلما بتطلع بنقدمها عليه يا شريف. اوكي. انت بقى لما بتفتح الجلاش من النص بتزود المكونات دي.
حلو قوي. هي مش تفضل مقرمشه والطماطم تبقى فريش. فهمت. خلاص؟ اوكي. نخش على في الاخر هيدينا المنظر، هتقولنا بقى الشكل النهائي. احنا فاتحين كمان واحده من النص علشان ايه تشوفوها. ادونا الشكل النهائي اهو. يلا نخش على ثاني طبق معانا اللي هو اللي هي كورن دوج بالبطاطس، اصابع سوسيس بالبطاطس. عباره عن كوبايه جبنه صوابع، كوبايه سوسيس، كوبايه بطاطس مسلوقه، ربع كوباية دقيق، ربع كوباية بقسماط، بيضة، ملح وفلفل، وللقلي زيت طبعا غزير، وعلى الوش كده بناخد رشة سكر. أوكي. خلاص؟ مش. أنا هنا هعمل إيه؟ البطاطس يا شريف أنا هرستها بشوية لبن دافي. خلاص؟ المهم ما نزودش اللبن الدافي قوي عشان البطاطس ما إيه ما تبقاش سايحة قوي زي البيري اللي إحنا بناكلها جنب الأكل. أوكي. خلاص؟ ماشي. وحطيت عليها شوية ملح صغيرين برضو. بعدين ممكن البوله بقى دي كده هنا هنقلي. دي قلي. الطبق ده في واحد بمناديل، ده اللي هنطلع عليه المقلي، وده هاخد بس احط عليه البقسماط والدقيق. هخلط هنا شويه دقيق مع بقسماط مطحون عشان ده الكفر بتاع البطاطس اللي هنغطي بيه. خلاص كده. وهاجي هنا الاسياخ الخشب دي هحط فيها ايه بقى؟ واحده سوسيس. سوسيس بقى، سجق، اللي انتوا عايزينه. اي حاجه. كفته. وهنا شرايح جبنه. اللي انتوا عايزينه برضه. عاملينها صوابع مقطعينها، هي المهم ايه؟ جبنه موتزاريلا؟ لازم جبنه تكون قالب على بعض يا شريف، مش مش مفرومه. ممكن نعمل ايه؟ سوسيس كمان؟ ماشي. دخلي لي بس تحت شويه عشان تقضي. كده. اهي. بعد كده بقى انا هنا هرسى البطاطس. هعمل ايه؟ هعمل كده بايدي بطاطس مهروسه، خلي بقى دي تحت ايدي كده. بطاطس مهروسه مع شويه لبن، وبسيب فيها يا شريف شويه بطاطس كده ايه اللي هي حتت علشان وانت بتاكل الكورن دوج تحس بطعم البطاطس. وابتدي اقفل عليها البطاطس تماما كده. اضرب لك البيضه دي؟ ماشي. عليها بس شويه فلفل. شويه ايه؟ فلفل اسود. وابتدي اقفلها كويس جدا على السوسيس والجبنه. البطاطس دي بقى هتخلي الجبنه لما تسيح من غير ما تطلع بره يعني تطلع بره السيخ ده يا شريف في الزيت يعني كده. وابتدي اقفلها كويس جدا جدا. هتحطيها في البيض بقسماط؟ وهحطها بعد كده في البيض وبعدين البقسماط بتدي. طب هتحطيها ازاي في البيض بقى؟ ممكن بقى نحط ايه؟ البيض هنا. مش هتيجي برضه. طب استني، لا هجيب لك حاجه. هجيب فرشه مثلا؟ لا هجيب لك حاجه لطيفه جدا. ثانيه واحده. بس ايه؟ بصي بقى الاختراع ده. ايوه صح. انا بس عايزه اقفل عليها كلها. مش مهم بقى كلها. غطسيها بقى في ده ولفيها. كده كده. اهي بشويش بعدين هنروح منزلينها. انا هنزلها بقى ايه في البيض في الدقيق والبقسماط. واقفل برضو كويس جدا كده. وبعد كده نروح حاطينها في زيت بيقدح. زيت غزير سخن جدا عشان تتحمر على طول. والجبنه يا دوب تسيح يا شريف لان هي ما فيهاش وبتقعدش كتير في الزيت. لا هي دوب. السكر ده بقى بعد ما بتطلع من الزيت بنرش عليها شويه تديها طعم كده لذيذ قوي. جاني بقى كمان انا هعملها لك. سيبيها. اوكي نفض كويس. سيبيها. لا سيبيها. انا ماسك. سيب ايدك بس. طيب وانت بقى اهي دي يا جماعه كل حاجه فيها مستويه فمش هتقعد كتير. يا دوبك هتاخد لون ذهبي. وهتتقدم على طول. وهتتقدم بالظبط. استني اقلبها لك. اهي بص على هي خلاص خلصت. هي كده خلصت تقريبا. هنسيبها تاخد اللون الذهبي ده ونطلعها على طبق بمناديل. بعد ما بتطلع بنرش عليها رشه صغيره قوي سكر، مش كتير يا جماعه. احنا بس عايزين ندي تويست. وهي سخنه. وهي سخنه عشان السكر يعني يديها يسيح عليها. ممكن احط عليها كاتشب ومسترد. انا هنا مثلا يعني زينت الطبق بالكاتشب والمسترد.
هاتي كده السكر. يلا استني هجيبها لك عندك. بصوا هترش عليها سكر حاجة بسيطة هتدي إيه نكهة. بس نكهة بسيطة للبطاطس من كل طحفة. الجوانب تحفة اهي بس كده بالهنا والشفا. بالهنا والشفا كده عملنا ايه فكر الناس بقى لغايه دلوقتي؟ عملنا برجر فراخ بالجلاش بعجينه الجلاش وعملنا اصابع السوسيس بالجبنه والبطاطس. ناقص لنا ايه؟ ناقص لنا بقى الحلو اللذيذ اللي هو كرات زبده فول السوداني بالشوكولاته. نسمع اغنيه؟ يلا بينا. لشحروره ست صباح يا نيانا بصوت مؤمن خليل وبعد كده فاصل وبعد الفاصل نرجع نعمل كرات الشوكولاته. خليكم على سماحه مزيكا. وسهلا يا اهلا وسهلا. هنعمل صنف حلويات على مزاجي لمشاهدين الحلوين. فريده منوره والله بنور. انت جميله فاوله بقى حبيبي. فاكرين بس قبل الفاصل عملنا ايه؟ عملنا برجر الفراخ استخدمنا فيه عجينه الجلاش وعملنا اصابع السوسيس بالجبنه بالبطاطس اللي هي كورن دوج يعني. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل دلوقتي زبده فول السوداني بالشوكولاته اللي هي يعني هنعملها بقى زي كرات كده. يلا عندنا 3 معالق كبار زبده، نص كوبايه زبده فول سوداني، كوبايه سكر باودر، كوبايه شوكولاته سايحه، كوبايه بسكوت مطحون خشن، كوبايه كاكاو خام. اوكي ماشي يلا. هي ما فيهاش اي حاجه، هي هتتعمل بالايد وكل حاجه. انا هنا الشوكولاته جبت شوكولاته يا شريف اللي هو القالب ده قطعته صغير وبعدين سيحته بشويه لبن في الميكروويف عادي فبقى شكل ده. خلاص هنبتدي بقى بايه؟ الزبده. الموضوع ده سهل قوي. الزبده لازم تكون طريه اللي هي مطلعينها من الثلاجه وسايبينها في المطبخ كده شويه. بص دوسي عليها كده عشان ما تستفها. لينه. لينه خالص. دول 3 معالق هنحط عليهم سكر بودرة المقادير اللي احنا قلناها بقى بالظبط، وعليهم زبدة فول السوداني. انا جايبة هنا اللي فيها قطع من الفول السوداني. وهبتدي يا شريف اخلط الاول الزبدة بايدي من غير اي حاجة مع سكر الباودر او سكر البودرة مع زبدة الفول السوداني.
لحد ما كل الزبدة دي تشرب السكر أو يتجانس معاها يعني. كده أهي وتبقى كلها مع بعض. تبقى كلها عجينة واحدة علشان هتاخد بس سنة وقت صغيرة. حطينا ايه بقى؟ حطينا زبدة فول سوداني وعليها زبدة 3 معالق وسكر البودرة بس. خلاص ابتدي بس ايه يا شيف معلش هخلطها كويس. عشان بس الجوانتي بس في العادي مش تلزق قوي كده. ماشي ماشي. الخطوة اللي بعدين هنحط اللبن بقى ولا ايه؟ لا احنا اللبن خلاص حطينا منه وسيحنا الشوكولاتة. مش عايزة انا بس عايزة بس هي الخطوة دي هي اكتر واحدة بتاخد وقت ان انا اخلط الزبدة كويس مع السكر. السكر ما يبانش. انا مش عايزة يبان بس هي بتلزق خالص خالص خالص. عشان معلش لا لا اعملها بايدي بصراحه. انا لازم اعملها بايدي عشان احس كمان ان الزبده دابت خالص مع السكر. بص يعني هنا في قطع اهي. ماشي ممكن نجربوا اعملوها. وانت صغيره كنت بتحبي تسمعي اغاني ايه وانت طفله؟ وانا طفله هتستغرب شويه كنت بحب مايكل جاكسون. هو استغرب ليه؟ عشان طفله يعني انها تحبه. لا هو مايكل جاكسون اطفال وكبار وكل طبعا. كنت بحب مايكل جاكسون بحب مادونا وبحب الاغاني القديمه. انا من عشاق مايكل جاكسون ومادونا. كانت عامله حفله في الارجنتين من كام يوم على البحر. اوكي. نزل على الشط 1.5 مليون شخص. شفت؟ كانوا حاطين شاشات على البحر كله ومليون ونص حضروا الحفله. جزء منهم بيتفرج عليها شايفينها وبقيه الناس على الشط على شاشات الكاميرا. لا هي فظيعه. مش عايز اقول لكم في يعني كام شخص سافر مخصوص الارجنتين عشان يتفرج على حفله مادونا. مادونا دي مغنيه مهمه قوي بيقولوا عليها كوين اوف بوب ملكه البوب يعني. مايكل جاكسون كان كينج اوف بوب ومادونا كوين اوف بوب. طبعا الحفلات اللي زي دي بتعمل دخل للدول مرعب مرعب. احنا ما عندناش للاسف ثقافه الحفلات دي في مصر يعني بس ان شاء الله يبقى عندنا ان شاء الله. انت بقى كنت بتحب مين يا شيخ؟ انا طبعا دول هما كمان. ها طبعا انا مادونا بالنسبه لي رقم واحد ومايكل جاكسون رقم واحد. هما الاثنين. وفي حد فرنسي اسمه اوريكو ماسياس. طبعا جزائري فرنسي. بحبه جدا. لا وفي ديميس روسوس. ديميس روسوس طبعا وخوليو اجليسيس والابا والبوني ام. انا بس هلبس جلوفز تاني عشان شكلي ما يبقاش ايه صعب كده قدام الناس. كان في دولي دوتس فاكراهم؟ فاكراهم. ليلى كوين اوف تشيبا انت. وكان في بس كنت بحب البوني ام قوي بصراحه. دادي كول. لا كانت حاجات كان في كمان واحده اسمها ديبي جيبسون وكان في جيبسي كينجز. والجيبسي كينجز بس دول كنت كبرت. لا ديبي انا كنت بحب قوي الميوزك دي. وكان في شير. وجلوريا جينر عملت حفله في السعوديه اللي هي بتغني ألبوم سرفايف. وجون ترافولتا فاكره؟ ميوزيكال كاركتر. بس الاغاني دي مين؟ المودرن توكينج طبعا شيري شيري ليدي. الحاجات دي يا شريف ما تعملش زيها تاني. الاغاني والمغنيين دول والناس دي ما فيش زيهم تاني. بتسمعي عربي مين غير جدك؟ مين؟ شيخة حفيدة الراحل محمد نوح. انا كنت بسمع عربي كتير قوي طبعا يعني عمرو دياب وكنت بسمع حاجات قديمه يعني كنت بحب عبد الحليم. ما زلنا يعني. وفيروز. بس فيروز ليها بالنسبه لي وقت يعني فاهم؟ انا مش بسمعها كتير بس بصراحة. عربي يا شريف يعني انا كنت بسمع اكتر حاجه عمرو دياب هشام عباس كان في فاكر اللي كان على الخاطر الحاجات دي. لا انا بقى في الوقت ده كنت بحب قوي كاظم الساهر. كاظم الساهر طبعا. انا عمتي كانت كل ما تودينا النادي يا شريف مثلا او حاجه كاظم الساهر. بحبك يا كاظم. والست ماجده الرومي. طبعا انا اول لما عملت اغنيه والمطر الاسود في عيني كانت عندنا في مصر عامله حفله في قصر عابدين قريب. اول ما طلعت كلمات ايه اخري كنا نقعد نسمعها من الصبح بالليل 50 مره في اليوم. وكان في نبيل شعيل. وكان في مين تاني؟ كان في فتره وعاصي الحلاني كان بيعمل اغاني حلوه قوي. طبعا. وراغب علامه. وراغب علامه فاكر اول ما عمل قلبي يعشقها. قلبي
لا كل الحاجات دي شريف كنت بحبها يعني. انت صعب قوي لما بتسال بحس ان انا بتخض كده. نوال الزغبي طبعا طبعا ده كان ليها وقت كلنا بنقلدها اصلا. لا نوال الزغبي كان من الاغاني اللي بحبها ليها الاغاني الخليجي. زي ايه؟ انت سبب بلواي يا حيرتي وشكواي الحب ليك وحدك الحب ليك وحدك. لا بصي 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 شاورين لها في مره دي عامله زي ما بقول لك. بس منى صباحي حبيبه قلبي. بص بقى يا شريف احنا عملناها كده بس هي المفروض تدخل الثلاجه بتمسك سنه وبعد كده بقى بنبتدي نعمل الخطوه اللي بعدها. مش لازم بقى الجلوفز عشان شكله بقى صعب جدا. بنسقطها في ال بنحطها في الشوكولاته او استني انا هجيب لك حاجه لذيذه قوي للشوكولاته. استني بقى ماشي اصبري عليا اصبري عليا. انا بقى هعمل لك حركه فنكوشه. يلا بينا. بصي بقى احكي لنا بقى ده ايه. دي صوص شوكولاته. شوكولاته قطع بشرناها او قطعناها وحطيناها مع لبن سيحناها وكده. ايوه بالشوكتين بقى مع بعض. لا ليه ماشي وهنطلعها. في بقى طريقه ثانيه ممكن تحطوها في الكاكاو الخام. ما تحطوا الكاكاو الخام ده اللي هو من غير سكر خالص لان هي مليانه سكر باودر وشوكولاته طبعا دي فمش محتاجه. بص يا شريف دي طريقه. نخبط بالشوكه ننزل اي زياده وبعدين تتعمل كده. عارف يا شريف انت ممكن تقفلها بقى بفويل او كده وتعملها زي الحاجات اللي بتتقدم كده. ايه اللي هي في الغاليه دي. بصوا اهي شبهها ودي بالكاكاو بس. حلو قوي. طبعا الحاجات دي الاول بس عشان مهم جدا نقول الخطوه دي. لما بنعمل الخطوه دي بندخلها الثلاجه لمده مثلا 10 دقائق بعد كده بنطلعها نعملها تاني كده خفيفه يا شريف عشان ما تبقاش طالع منها كده. بعد كده نحطها في الصوص بس المهم الصوص ما يكونش سخن علشان ما يسيحش الدنيا تاني. او بنحطها في الكاكاو الخام. اوكي وتقدم. عايزين بقى تحطوا جواها مكسرات. احنا حطينا بسكوت زبيب. يعني زبيب. انتوا عايزين بقى تحطوا فيها اي حاجه دي اختياري. طب الاساس بتاع الوصفه الزبده الفول السوداني والزبده وسكر الباودر. الباقي كله بقى انتوا العبوا براحتكم. احكي لنا عملتي ايه من الاول. عملنا برجر الفراخ بعجينه الجلاش وعملنا اصابع السوسيس بالبطاطس والجبنه اللي هي الكورن دوج بس بالبطاطس وعملنا زبده فول السوداني بالشوكولاته. اشكرك ميرسي يا شريف بشده. ميرسي يا شريف. يا استاذ عايز تغني لنا ايه؟ هنغني يا حلو صبح. مين؟ هنغني يا حلو صبح. يا حلو صبح. يا حلو طول. يلا نسمعها. يلا بصوت بي. مؤمن خليل. وبشكر طبعا فريده موسى على وجودها معانا النهارده. نسمع الاغنيه دي بعد فاصل. بعد الفاصل نرجع لكم واستعراضات من مركز شباب الحريه بالاسكندريه. خليكم على سماحه مزيكا. يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل. قد ايه وانا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واتركاك. من قد ايه وانا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واتركاك عشان اقولك واتركاك. يا حلو يا حلو يا حلو صبا. برافو.
الله على الرقي والشياكه. يا سلام يا سلام يا سلام، خليكم زي ما انتم. خلونا كده النهارده نرحب بمركز شباب الحريه اللي جايين لنا مخصوص من اسكندريه، وعملوا شو هتكلم عنه دلوقتي. لابسين ماسكين الملايه اللف، ولابسين الفساتين الاسكندراني مع موسيقى العالمي عمر خيرت، فعملوا مزج في الحقيقه، ومعادله صعبه جدا بين هقول الرقصات التقليديه المصريه القديمه باللبس القديم بالملايه بالمنديل مع حركات كلاسيك شويه وفيها حتت كده رقص بلدي، فعملوا مزج كده بصراحه حلو قوي، بحييهم عليه. سقفوا لنفسكم يا بنات، تحفه، هايلين. بس انا عايز اتعرف عليكم بقى، بما ان انتوا جايين لنا مخصوص من اسكندريه وبقالكم كتير قاعدين مستنيين، فممكن تقفوا صف كده جنب، انا من بعديه، يلا صف من جنب. تعالي 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 يا مو بريسز، انا شلت البريسز. يلا نبتدي باول، بصوا واقفين ازاي، شياكه برضه شياكه، احب الناس الشيك. اسمك ايه؟ لجينا احمد. لجينا احمد. لجينا عندك كام سنه؟ 16. 16؟ وانت منين؟ في اسكندريه. بحري بنحبه على ما بنستنوه. انت حاطه التقويم بقالك قد ايه؟ سنه. انا قعدت بيه 3 سنين وشلته. بصي النتيجه حلوه، انت بس النتيجه عندك هتبقى احلى. انت بتدرسي ايه؟ زي ايه؟ في المدرسه يعني ولا في ايه؟ سنه كام؟ اولى ثانوي. طب ما اعرفش ازيك، اخبارك ايه؟ طيب. وانت منين؟ اسمك ايه؟ ايمان اشرف. ازيك يا ايمان؟ طيب. انت منين؟ في اسكندريه. سيوف. سيوف. بتدرسي ايه؟ ثانوي عام. ربنا معاك. ادبي ولا علمي؟ علمي. ربنا معاك. حضرتك ايه؟ نيره ابراهيم. نيره، انت منين؟ في اسكندريه. من المنشيه. منشيه. وبتدرسي ايه؟ لسه في اولى اعدادي. اولى اعدادي، اهلا وسهلا بيكي حضرتك. لامار نزيه. ازيك يا لامار؟ ده انت براند يا بنتي. في سنه كام؟ ثانيه اعدادي. ثانيه. ومنين؟ في اسكندريه. العطارين. العطارين، انا باجي عندكم كتير قوي عشان عندكم سوق الانتيكات في العطارين. وحضرتك؟ جويرة حسام. في سنه كام؟ في ثانيه اعدادي. ثانيه اعدادي. منين؟ في اسكندريه. سيدي بشر. سيدي بشر، احلى سوق عندكم. وحضرتك؟ ملك السيد. ازيك يا ملوكه؟ الحمد لله. كام سنه؟ 16. 16. وفي سنه كام؟ ثانيه ثانوي. منين؟ محرم بيت. اهلا وسهلا. وحضرتك؟ مرام علي. مرام، كم سنة؟ 13. من فين؟ من منشية. منشية. سنة كام؟ أولى إعدادي. أهلا وسهلا. حضرتك؟ جنى صالح. ازيك يا جنى، منين؟ الحمد لله، اسكندرية. أيوة أنا عارف. من بحري. بحري وبنحبوه، حافظة الأغنية دي؟ قوليها. من بحري وبنحبوه. أيوة. على الإما بنستنوه، شبك الجمالات وشبكني، وإزاي نقدر ننسوه. بس كده. من بحري وبنحبه. فين ايوب؟ ايوب. انت عندك كام سنه؟ اي 15. اهلا وسهلا. وحضرتك؟ كندا اشرف. ليك يا كندا، كام سنه؟ 12. 12. منين؟ من سيوف. سيوف، اهلا وسهلا. حضرتك؟ حنين رجب. حنين رجب. حنين، منين؟ من بحري. كام سنه؟ 16. اهلا وسهلا بيكي. حضرتك؟ اسكندريه. ما انا عارف. انتوا كلكم جايين من اسكندريه، منين في اسكندريه؟ سيدي بشر. سيدي بشر. بتتضايقي بقى في الصيف لما المصيفين يجوا يزحموا لكم الشارع عندكم؟ بتبقوا مبسوطين؟ طب انت عندك كام سنه؟ 12. 12. حضرتك؟ نغم. ازيك يا نغم؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت منين؟ من عطارين. عطارين، عندك كام سنه؟ 17. وفي سنه كام؟ اولى ثانوي. منوريني ومشرفيني، عملتوا شو رائع جدا، اتفضلوا عشان تغيروا، اهلا وسهلا، ميرسي، شكرا يا بناتي حلوين. طيب تاني استعراض هنشوفه من مركز شباب الحرية. أول حاجة طبعا شفناها بما أنهم جايين من اسكندرية، فعملوا شو أو رقصة اسكندراني. تعالوا بقى نشوف دلوقتي حاجة صعيدي كده، وبص على الحلاوة. ازيكم؟ جاهزين؟ خلخال مين دي؟ هتخشوا على المزيكا ولا تخشوا تقفوا الأول؟ طب يلا تعالوا اتفضلوا، انتوا جمال منورين. يلا اول ما تقولوا تبقوا جاهزين قولوا لي جاهزين. ايه النظام ده؟ ده انتوا منظمين زياده عن اللزوم. يلا نشوف الاستعراض الصعيدي وبعد كده فاصل ونرجع مره تانية مع مركز شباب الحريه. مزيكا.
ايه الحلاوه دي؟ اربعه شارع شريف، اربعه شارع شريف. يا
رجلين من الوطن بعريس كتاب وجالي والليلة مزقطة الليلة مزقطة بنت البشر يا ريت إن شاء الله عيش ويدوب بنت البشر يا ريت إن شاء الله عيش ويدوب بنت البشر يا ريت إن شاء الله عيش ويدوب أوعى تقولي له ده في الدنيا مش عوطان شبرين من الوطن بعريس كتاب وجالك والليلة مزقطة الليلة مزقطة النهارده بنات اسكندريه جايين عاملين شو رائع. اقفوا يا بنات. مركز شباب الحريه والمجموعه الاغاني اللي شفناها دلوقتي اغاني من الريف المصري بتتغنى دايما في الحنه وفي الافراح ومرسين انتوا فكرتونا بالحاجات الحلوه دي. عقبال افراحكم كده. تعرفوا تزغرطوا؟ طب زغرطوا. لا عايز زغروطه اسكندراني. لان زغروطه الاسكندراني مختلف عن اي زغروطه. ها يلا. مين اقوى منها؟ مين اقوى منها؟ بس مش مين؟ ايوه حلوه الليل في الاخر. مين هنا؟ مين عايزه تنافس؟ ها؟ ها؟ يلا شكلك بتعرفي الزهراتي اصلا. يا وحيد. ايوه مين تاني؟ برافو يا بنات، عقبال افرحكم يا رب، اتفضلوا اشكركم. يلا طيب هنشوف دلوقتي بعد الكوكتيل الحلو اللي شفناه ده فيها حاجة حلوة. جاهزين؟ جاهزين؟ هتقفوا هنا تاخدوا مكانكم؟ يلا تعالوا تعالوا. هنسمع دلوقتي فيها حاجة حلوة طبعا للجميلة ريهام عبد الحكيم وموسيقى العالمي عمر خيرت. وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم مرة تانية نشوف بقية الشو. مزيكا
doctor. Give us the magic words. All right. You go ooh 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 ah ah, ping ping, wada wada ping ping. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me الله 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 الله. وخلينا النهارده نرحب بمركز شباب الحريه. عملتوا شو حلو قوي حلو قوي. سول كلاود من البلياتش الحلو. تعالوا اقفوا كده وصف جنبي. يلا يلا من بعديه صف. يلا يلا صف 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 صف. ايوه كده صف صف جنب بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض. وانتوا تعالوا اقفوا وراهم صف. تعالوا يلا عشان هنشكر الناس اللي تعبوا وعملوا الشوايات الحلوه دي. اتبسطتوا عندنا؟ ها؟ احنا اتبسطنا بيكوا اكتر يا بنات اسكندريه. حلوين انتوا، عملتوا شغل حلو قوي. طيب النهارده معانا مركز شباب الحريه. وخلينا كده، دي بتاعت مين؟ بتاعت مين دي؟ مين؟ اهي. ودي بتاعت مين؟ مين ناقص لها واحده من دي؟ ها؟ برضو؟ اه انتي رميتيهم الاثنين؟ طيب خلينا كده نشكر المدير الفني كابتن احمد السيد. اهلا وسهلا، سقفوا للكابتن بتاعكم. منورنا ومشرفنا، بنتبسط بيك، اهلا بيك. وكمان كابتن لطفي ادم، اهلا وسهلا بيك يا كابتن، منورنا ومشرفنا، اهلا وسهلا بحضرتك، فرصه سعيده تشرفنا بيك. اهلا يا فندم. تدريب فريق الاطفال كابتن حبيبه فوزي، اهلا يا حبيبه، شرفتينا ونورتينا يا شطرة. ومساعد مدرب كابتن زياد مجدي، أهلا وسهلا يا زياد. وكابتن روان إبراهيم، أهلا يا روان، تفضلوا سقفوا لهم. تنسيق إعلامي صديقتنا أستاذة مروة السعيد، أهلا وسهلا يا أستاذة مروة، شرفتينا ونورتينا، أهلا بيكي، أهلا وسهلا.
شرفتونا ونورتونا وميرسي على المجهود الحلو والشغل الحلو والحاجات اللي بتقدموها عندنا دايما في 4 شارع الشريف. اتشرفنا بيكم، ميرسي. خلينا كمان نشكر وكيل وزاره الشباب والرياضه بالاسكندريه دكتوره صفاء الشريف ورئيس مجلس اداره مركز شباب الحريه استاذ ابراهيم خليفه ومديرة إدارة الطلائع بالإسكندرية أستاذة دنيا منعم. شكرا لكم وشكرا لأهل إسكندرية وشكرا على الشغل اللي انتوا عملتوه لنا. أشكركم، نورتونا، تفضلوا، ميرسي. ها جاهزين لآخر شو ولا مش جاهزين؟ انتوا هتشتركوا فيه ولا مش هتشتركوا فيه؟ طب أنا هطلب منكم طلب. انتوا هتقف في ناس هتغير؟ بجد؟ طب يلا روحوا غيروا. يلا الناس اللي هتغير يروحوا يغيروا لغاية ما نتعرف على الناس اللي عندنا هنا. يلا كملوا الطابور بتاعكم. انت اسمك ايه؟ ديما محمد. ازيك يا ديما؟ الحمد لله. انت منين في اسكندريه؟ منطقه ايه؟ ها؟ ميامي. ميامي. عندكم ايس كريم حلو قوي. هاتوا لنا وشها. هتقول ايوه ايوه كده. يا قمر انت عندك كام سنه؟ 6 سنين. سته. وحضرتك اسمك ايه؟ جودي محمد. ازيك يا جودي؟ ايوه انا قلت لك انت شاطره قوي. جودي انت منين في اسكندريه؟ من 45. 45. عندك كام سنه؟ 11. اهلا وسهلا. وحضرتك؟ اسمي ساجده حسن. ساجده كام سنه؟ 7 سنين. منين؟ من السيوف. سيوف. حضرتك؟ سيلا. سيلا كام سنه؟ 7. منين؟ من حرم بي. حرم بي. حضرتك؟ اسمك ايه؟ ليليان. عندك كم سنة؟ 6 سنين. منين؟ من شارع بصر. أهلا وسهلا. وحضرتك؟ اسمي جود. عندك كم سنة؟ 5 سنين. 5 سنين؟ أنت منين؟ منين في اسكندرية؟ ساكنة فين؟ أنهي منطقة؟ ها؟ عارفة؟ أنا مش عارفة. هي ساكنة فين؟ حد عارف؟ ساكنة فين هي؟ 45. 45؟ أوكي. وأنت اسمك إيه؟ كنزي عم. كم سنة؟ دخل على 10. منين؟ من 45. هي جارتك؟ لا أختي. أختك. عشان كده. وانتي؟ مريم. مريم كم سنة؟ 10. منين؟ من اسكندرية. أنا عارف إنك في اسكندرية. في اسكندرية. يا نصحة. من كرموز. كرموز. وحضرتك؟ فريدة. منين؟ العصفر. أنا كنت ساكن فيها زمان. عندك كم سنة؟ 10. 10. حضرتك؟ ايه؟ اسمك ايه؟ ليان. منين يا ليان؟ من شارع اسكندراني. من فين؟ شارع اسكندراني. لا من فين؟ المنطقة اسمها ايه يعني؟ شارع اسكندراني. طب محرم بي. محرم بي. عندك كم سنة؟ 9. 9. اسمك؟ لارين. كم سنة؟ 9. ومنين؟ من سيدي بشر. سيدي بشر. اهلا وسهلا. بتحكي على ايه؟ الكبار شويه. ممكن انتوا ترجعوا لورا عشان الكبار يبانوا؟ يلا ارجعوا وراهم. يلا. شكرا. حضرتك اسمك ايه؟ اسمي منى. منى؟ منين؟ من ميامي. ميامي. عندك كم سنه؟ 14 سنه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وانت اسمك ايه؟ رداينة. رداينة. عندك كم سنه؟ 11. منين؟ من عصفر. من عصفر. طيب انتوا بتضحكوا على ايه؟ هو مش المفروض نضحك على حد صح؟ يضحك على حد. ما بتضحكي على نفسك؟ لا يبقى لازم يبقى لما بنضحك يبقى لازم في سبب للضحك. يا اما كده ممكن اي حد يفتكر انت بتضحكي عليه فده ما يصحش. تحبي احنا كلنا نبص لك ونروح ضاحكين عليكي؟ صح؟ اوكي. عندك كام سنه قلت لي؟ 11. 11 منين؟ من عصفرة. عصفرة. وحضرتك؟ اسمي لامار. وفي اسكندريه في ميامي وعندي 12 سنه. اهلا وسهلا. اسمي دارين. انا من 45 عندي 11. اوكي. شاطره في المدرسه؟ اوكي. اسمي كايلا عندي 9 سنين وفي ميامي. ميامي. اهلا يا كايلا. اسمي فريدة وعندي 11 سنه ومن جيراكليس. جيراكليس. عندكم عنب حلوه قوي صح؟ اوكي. اسمي الاء وعندي 10 سنين وانا من سيدي بشر. سيدي بشر. منوره يا الاء. انتوا شرفتونا النهارده ونورتونا. طيب احنا كده ناقص لنا شو واحد بس. هاواي. هنشوف كده حاجه هاواي من مركز شباب الحريه. واتمنى تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. ونشوفكم بكره في نفس ميعادنا. كل واحده تروح مكانكم عشان شو هاواي يخش. يلا بينا. بنات هاواي اتفضلوا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. ده ايه اللبس الحلو ده؟ اهلا وسهلا. يلا اقفوا اماكنكو علشان نشغل لكم الموسيقى الحلوه عشان شكل الشو ده جبار.
يلا وخلينا دلوقتي نختم مركز شباب الحرية وشو من هواي، وزي ما انتم شايفين الملابس شكلها حلوة قوي، واكيد الاداء هيبقى احلى واحلى. يلا البنات جاهزين واحنا جاهزين، مزيكا. نتمنى تكونوا قضيتوا عندنا اسبوع حلو واتبسطتوا في 14 شارع الشريف. النهارده عندنا اكلات حلوه قوي وصينيه اميره. اميره اهلا، اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. عاملين كيكه ورق عنب. كيكه ورق عنب دي سهله؟ اه. وعاملين طريقه حفظ ورق العنب في البطرمانات الازاز، وعاملين سلطه الزبادي بالبطاطس والخيار، ومزودين عليها شويه اضافات كده. مايز بدا من 3 سنين. من 3 سنين بس انت عامله حاجات جوده عاليه جدا. الحمد لله. كروسفيت، اللياقه البدنيه. ايوه. في حد بيمشي على ايده؟ لا 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 انا بس. مفيش سباق يعني؟ الحمد لله الحمد لله. انا هسابقك. ماشي. انت على ايدك برجليك وانا بايدي. كل في الحق والله يا جلد. انا سامع جد، انا سامع جد. الساعه كام على باب السيما؟ الساعه كام؟ الساعه